مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة الكلام اللي أنا هقوله ده كلام في غاية الصعوبة، كلام ممكن يزعل ناس كتير من إخواتنا المسيحيين، وأنا كشخص منهم. بالنسبة لأخونا شريف منصور بتاع جريدة الأقباط متحدون، ومن الواضح إن هو خارج مصر، وإنه يتكلم على الحكومة المصرية بطريقة غير لائقة وطريقة سافلة، وعن البث المباشر للصلاة على جثمان السيدة ناهد متولي، والتي أعلنت المسيحية وعاشت في وسط المسيحيين 30 سنة، وأصبحت تلميذة للقس زكريا بطرس، وكانت تنشر وتذهب شمالا ويمينا وتنهش في الدين الإسلامي. ولكن ليس من حق أي شخص أيا كان أن ينهش في شخص ما، أو يتحدث بطريقة غير لائقة مطلقا البتة. أما قصة أن يجي شخص ينتهز فرصة مرض هذه السيدة بمرض عقلي أو نفساني، كما أوضحت ابنتها منال زكريا بطرس التي أخذت لقب زكريا بطرس أبا لها بعد ما أعلنت هي الأخرى المسيحية. ولكن بعد 30 سنة يأتي من جديد يلعب الزمن، وتأتي الأخت ناهد متولي بهذا المرض النفسي، وأصبحت تشعر بالوحدة والخوف. وحينما كما قالت هي بنفسها تم الحكم عليها بالإعدام، وذلك لتسببها أو تدخلها في الفيلم المسيء لرسول الإسلام، وهذا ما قالته، وأنها شعرت بالخوف وأصبحت محتاجة إلى الاطمئنان، ومحتاجة أن تعود وترى ابنها وأحفادها. ولذلك فلعب الشيطان بعقلها، وهي أن تعبث بالكلام، وليس من أجل عودتها للإسلام عفوا، ولكن لعب بالعبث في كلامها حينما قالت أن المسيح الذي ظهر لها ليس هو المسيح بل أنه شيطان، وحينما قالت مؤخرا وحكت بنازتها وابن مع ابنتها أن المسيح كان يضاجعها للأسف الشديد جنسيا، وأنها أصبحت حامل حينما وضع بيده اليمنى في بطنها شيء، وأصبحت حامل وانتظرت الحمل لأكثر من 18 سنة. المرض كما قيل أو كما قيل أنه ليس مرض عقلي بل هو مرض نفسي، حتى لا يظن البعض أننا نفتك بهذه السيدة أو لأنها عادت إلى الإسلام فنريد أن نوبخها أو نريد أن نظهر أنها أصبحت مريضة. إنه ليس كلامنا فقط. انظروا حتى حينما سألها رشيد وقال لها من هو الله، فقالت الله هو الآب والروح القدس، وأنكرت الابن. ثم تعود وتتحدث حينما قالت أن يسوع المسيح ليس هو عيسى ابن مريم، وعندما سألها معاذ عليان عن هل المسيح ظهر بنفسه لك، لم تستطيع أن تنكر أبداً
ولكن بدأ يحدثها بأنه من الممكن أن يكون شيطان الذي ظهر لك في سورة المسيح، ولكنها حينما رأته على عرش والكل يسجد له، وحاشا لله أن يسجد له أحد، وحاشا أن الشيطان يسجد له الأشخاص. الشيطان لا يمكن أستطيع أن تراه بنور، الشيطان لا يمكن أن يظهر في صورة المسيح، الشيطان لربما يظهر في صورة ملاك، في صورة إنسان، أما أنه يظهر في صورة المسيح فهذا ليس منطقي أو عقلي. أما كل الذين يحاولون أن يعبثوا حول إثارة الفتنة الطائفية وإثارة وجع القلب بين المسيحيين والمسلمين، ونحن جميعنا نعلم بأننا نمر بظروف قاسية من غلاء ووباء وارتفاع الأسعار وحاجات كثيرة أوي 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 أوي، علينا أن لا نصمت لهؤلاء السفهاء الذين يحاولوا دائما إسقاط مصر، ولكن الكل يعلم أن لدينا حكومة راشدة، لدينا رئيس قوي، وهو يعلم جيدا بكل ما يحاوله العابسون باللعب على إثارة الفتنة الطائفية، ولكن الدولة المصرية دولة قوية. وما قال شريف منصور عن الكنديين المصريين الذين يرغبون في عودة مصر، وما صنعته الدولة المصرية، فأنها لم تفرق بين الكندي المصري المسيحي والكندي المصري المسلم أبدا، إنها أعلنت بعض الأمور، وذلك لاحتياجها للعملة الصعبة أي العملة الأجنبية. أمور عجيبة وفي انتظار البث المباشر للصلاة على جناز السيدة ناهد متولي، ويوم الجمعة وفي الساعة 4:30 ويقوم بالصلاة على جثمان السيدة ناهد متولي كما انتشر على جميع الجروبات. الحقيقة نحن ليس من حقنا أن نسيء لأي شخص، أيا كان ذهب إلى المسيحية، أيا كان ذهب إلى الإسلام، لأننا جميعنا لنا رب واحد وإله واحد، وكلنا نعبد الله الواحد الأحد. فانتظار البث المباشر، انتظر وسوف تجد كل ما يرضي نفسك. بكاء وصراخ، والبابا ينعي بعض الأشخاص الذين انتقلوا إلى السماء خلال الأسبوع الماضي، الذين كانوا من أقوى أقوياء الكنيسة في الدراسات اللاهوتية المسيحية. ننتظر الآن وسوف نشعر كل ما هو بالحزن والأسى والبكاء والصراخ للمسيحيين لما حدث مع هذه السيدة ناهد متولي، ولكننا نعلم جيدا أنها امرأة فاضلة، ولا يجوز علينا أبدا أن نهين أيا كان أي شخص سواء غير ديانته أو بقي كما هو. أما انتهاز فرص التلاعب بمشاعر الفتيات فكل ذلك ليس مطلوب، انتظروا معي وسوف في انتظار البث المباشر.